أن لك كل هذه الثقة يوزر سيف، فأنت شديد الثقة بتأويلك. ذلك من عند الله ربي، ولا أقول شيئا من عند نفسي، بل ربي هو الذي أتاني علم التأويل. ما تقوله أنت ادعاء فارغ، والطريق طويل قبل أن تثبت حقيقته. ما تزعمه أنت وربك دونه حجب الترديد والإبهام. إن سمحتم لي من فضلكم فسوف أزيل حجاب الترديد هذا، وسوف أقوم بتبيان حقيقة الرؤية، وسوف أثبت لكم قدرة ربي. إن لم يكن مانع لدى جنابي الخماه فلنتعاون في تفسير هذه الرؤية. لقد قال معبركم للتو إن البقرة في أساطير مصر كانت تفسر على أنها سنة، أليس صحيحا؟ أجل، لا نشكك في هذا. هل توافقون معي أن منام البقرات ومنام السنابل متشابهان وحقيقتهما واحدة؟ يظهر أنها كذلك. أليست السنابل الخضر الملأ بالقمح علامة على وفور الحصاد، والسنابل الصفراء اليابسة علامة على القحط؟ لا يخطر ببالي تفسير آخر. والحال هذه، ألا يمكن لنا أن نقول في النتيجة إن مصر قادمة على 7 سنوات من وفرة المحصول و7 سنوات من القحط والجفاف والجوع؟ أحسنت يوزر سيف، هذا أفضل التفسير على الإطلاق وأقربها إلى منامي. هذا تعبير صحيح ودقيق. أنا أجل وأحترم يوزر سيف